يا جدعان مفيش كتير ده جنب همبرجر مع جمبري يا اسطى. اديني منيو يا اسطى. اجمد ميكس عندكم هنا ايه؟ ده سندوتش لحمه مع جمبري. عايز بقى الصوص اللي بيطلع للغاليين بس. ميكس انت لسه مكتشفيه حالا زي الله 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 الله. ده زبادي فراوله ده. انا مفهمهم ان انا بتاع ريفيوز. طب انت عايز اجمد حاجه عندكم هنا لان انا ما بيعجبنيش اي حاجه. انا على الله بس سلك يا عم كورفلور. بقول لك وزنه فوق الكيلو. هنجرب بقى ال 1000 بدر ايلاند ده. هنعمل فيه ايه ده؟ بسم الله. هيو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه؟ تعمل ايه عايز تاكل في مورن؟ ايوه المطعم اللي كان مؤمن زمان بس دلوقتي بقى مورن وغير المنيو وبيعمل ميكسات عجيبة كده للسندوتشات وعامل عروض توفير كمان. والنهاردة افتتحوا فرع جديد في سيدي بش على البحر وعزموني. انا مفتح واتصايع امسكة فورا عالطاير. خلينا اقول لك ان انا فيها وان انا ليه. فقلت استغل الموضوع ده ونعمل فيديو اعمل ايه وهو بالمرة ناكل ببلاش. يا انا مني а потом мы с ней вместе. يلا بينا نشوف الحوار ده. السلام عليكم. صباح الفل. عاملين اكل ايه النهارده؟ نور الليله دي فين؟ يا نجومية يا اسطى اديني منيو يا اسطى نشوفك ايه الكلمات. عايزين اغلى حاجه في المنيو. نشوف دلوقتي ايه. نخش نسخن. السلام عليكم. لو سمحت عايزين شويه اونيون رينجز على شويه موتزاريلا. لا استحلفك او انا في مين؟ مين اللي ماسك الدنيا هنا؟ جومابيل شيف جوستو جاي ادوق فعايزين شويه. انا قاعد على الترابيزه جنبكم هنا. يا مؤمن والنبي يقول له ان انا قاعد على ترابيزه رقم ديزري. حبيبي حبيب قلبي. ادي بقى ايه عشان ماشي بس الحاجات دي تحليه. فنقوم نطلب واحد مكساوي كده. تعالى بقول لك يا مؤمن والنبي اجمد ميكس عندكم هنا ايه؟ الميكس الفشيل. خليك رامبو البطل. رامبو البطل. حبيب قلبي يا بطل. ماشي انا على ترابيزه 88. ماشي فرايز. مش هزعلك. هعمل بس طبق كونو سولو على ما تخلص. صباح الفل يا مؤمن. عايز طبق. انت التور جايد بتاعي النهارده. ايه بقى ده؟ عايز الله. وديني يا نجوميه. عايز بقى الصوص اللي بيطلع للغاليين بس. الله 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 الله. ده زبادي فراوله ده. ده ايه لا مؤاخذه؟ 1000 الالف جزيره؟ ماشي انا ما اكترش. مش هاخد الالف يعني. عندكم حاجات ما شاء الله تقيلة لي كده. ما تكترش. شكرا جدا يا مؤمن. حبيب قلبي يا نجومية. حبيب قلبي تسلم. شكرا جدا. بس طيبين قوي. ده عبارة عن دجاج كريسبي لايت وترك مدخن وخص. لا ده مش ده. دجاج كريسبي لايت دجاج مكسيكي صوص رانش صوص جبنة خيار مخلل خص طماطم. لا انا عايز اللحمة. انا مطمن ان انا جاي اعمل ريفيو. الفراخ جوسي ولا ايه؟ ولا انا بعمل انا باكل بعرف اكل. كورن فلور. هنجرب بقى ال 1000 بدر ايلاند ده. اللي جنبه ايه ده؟ 1000 بدر ايلاند وايت ولا ده ايه؟ ده توميه. يلا باكل هو نفسه. لا هو مش قال لي هجيب لك شويه فرايز. قلت له ايوه. ما انا اقول له مش عايزه تتبلع ليه؟ النبي شويه فرايز بس مفيش. طب بقول لك يا مؤمن والنبي في صباعين كده هاتهم عشان باكل بس. شكرا. بس انا ما بعرفش اكل من غير فرايز. الحمد لله. عايزين نجرب الجمبري بقى. بقول لك يا مؤمنه ايه اجمد سندوتش جمبري عندكم هنا؟ ما تعرفيش اي حاجه. باولو ما انتش يا باولو. بقول لك يا مؤمن والنبي ايه اجمد سندوتش جمبري عندكم هنا؟ تحب تاكل ايه؟ ريكومنديشن عليها حاجه كده. بصراحه ما جربتش. يا باولو ما انتش يا باولو. بقول لك يا مؤمن عايز سندوتش جمبري حريق.
شوف انت بقى. انا على ترابيزه 88. ها يا عم الافتتاح ولسه ما شطبوش يا رجاله. الله ينور. مش عايزين اي مساعده حبيب قلبي؟ شكرا. والنبي بس لو واحد سي فود باللي هو تعرف سيب ولا سيب. ايوه هو ده يا ابن اللذينه. جامد. ترابيزه رقم تراميسو. معلش هو ده ايه؟ ماشي انا هاكل مش هعترض. لو عايز تطلب تعمل ايه؟ مور اند عاملين عرضين يخليك توفر وتجرب، وتقدر تختار من المنيو اي ميكس انت عايزه، البيف او التشيكن. واول عرض السندوتشين، وهو عباره عن سندوتشين من اختيارك ومعاه فرايز وكولا ب 75 جنيه، والاسعار شامله الضريبه والخدمه. او البوكس الرباعي، اربع سندوتشات ب 120 جنيه. يا اخي استعرفك بالله دلعني يا جدعان، ده برجر مع جمبري. يا عم ما تهزروش يا مؤمن. ممكن دقيقه واحده بس. معلش هو ايه ده؟ ده برجر. الجمبري بقى بيعمل ايه فوق ايه؟ ده برجر بالجمبري. ده ميكس. ميكس. انت لسه مكتشفيه حالا زي. والله شكلك على يا مؤمن. هو ده لحمه صح؟ برجر. وده جمبري. ده يعني ايوه هو ده. ده الايه بقى؟ سيلف اند تيل. عارف ده عامل كده زي عامل زي البرجر حلو بصراحة، والجمبري حلو بصراحة، الاثنين مع بعض حلوين بصراحة. أنا مفهمهم إن أنا بتاع ريفيوز وجاي أعمل ريفيو عن المكان. ألو السلام عليكم. جومابيل الشيف جوستافو جاي أدوق أكله وبتاع، فكنت عايز أجمد حاجة عندكم هنا لأن أنا ما بيعجبنيش أي حاجة. عندنا حاجة اسمها ماجنم، بس هتقدر عليها؟ ماجنيتو. حبيب ده الماجنم. ها ده ال ايه يا معلم؟ ايه واحنا عاملين غدوه؟ بقول لك وزنه فوق الكيلو. انا بقول له جوستافو جاي من فرق جاهده مش جاي حارم. اقول له يلف تكاوي. هقول له يلف تكاوي وابلغ عن حلم. بقول لك شكلك مستر مؤمن الكبير هنا صح؟ لو سمحت كنت عايز احلي، فعايز واحد فالكانو. انت لا بتعرف ايه ولا نيله، انت جاي تاكل. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نخوض تجارب جديده على قد فلوسنا او بقل تكلفه ممكنه. فقولوا لي عايزين الفيديوهات الجايه فين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجايه. واشوفكم الفيديو الجاي. فهيب هيب هيب هيب. يا عم نازل الشنطه جنبك. الاونيو رينجز راحت فين؟ اهي يا حبيبي محدش هيسرقك. بأمن بس. عايز انت عايز اكلها. هو ده همبرجر؟ همبرجر. الناس دي فاهمه السي فود. عارف مين اللي عمله لك جوه؟ مين؟ سبونج بوب. اوعى تدفع ناس.